عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين ومتابعين قناة عالم الصيانة. نصيحة لكل صاحب عمل، يجب أن يكون لديك فني أو مسؤول وحدات أو مسؤول الثلاجات أو المكيفات وغيره. كما تلاحظ قطعة من الكرتون أو الورق تغطي على الكونديسر، ارتفاع في حرارة الكمبريسر، زيادة في عمل الكمبريسر، وذلك زيادة في إيش؟ في فاتورة الكهرباء، أعطال متزايدة، تلف في المنتجات. ذلك أنصح أصحاب المشاريع أن يكون هناك في زيارات دورية للوحدات فوق، على أساس تحصل على تبريد أعلى وكفاءة عالية. لاحظوا هذا الكيس اللي هنا، لتحصل على كفاءة عالية وكذلك تقليل فاتورة الكهرباء وكذلك تقليل عملية الصيانة. يجب أن يكون لديك فني أو مسؤول لعملية التصفية أو تعاقد مع أحد الشركات أو الفنيين لعمل الصيانة الدورية. الصيانة الدورية مهمة جدا لنحافظ على كفاءة وعمل الوحدات بشكل جيد، التقليل من فاتورة الكهرباء، التقليل من أعمال الصيانة، ذلك زيادة في الأرباح وراحة البال. هذا كان للتوضيح، سأقوم برفع هذه المخلفات كوني رأيت منكرا، فمن رأى منكم هذا الشيء فليقوم بعملية التصفية والتنظيف، كونه أحيانا الأماكن مرتفعة فلا يشاهدون هذا المواضيع، لذلك من باب النصح، وإن شاء الله يتعمم هذا الفيديو حتى يستفيد أكثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.